جبت لك عصير. أول مرة تقعد في البيت من بدري كده. سارة أنا مش عايز حوارات، أنا فيها اللي مكفيني. أنت عايزة إيه دلوقتي؟ عايزة أفهم يا حبيبي، إيه اللي خلى صحابك ييجوا فجأة كده البيت؟ وإيه المشكلة اللي ما بينكم؟ في مشكلة بيني وبين حسن. مشكلة إيه اللي ما بينك وبين حسن؟ والله يعني دارين ما قالتلكيش؟ دارين؟ وهي دارين المفروض تقولي إيه؟ وبعدين إيه علاقة دارين بالمشكلة اللي ما بينك وبين حسن؟ أنا مش فاهمة حاجة. أنا هفهمك. زي دارين دي فاكرة إن كل الناس زي جوزها، يعرفوا 100 واحدة على مراتاتهم. النهاردة أنا كنت قاعد مع بنت في مكان عادي عام ونتكلم في مشكلة تخص عميلة عندي، لأني مش شافتني صدفة صورتني وعملت فيلم هندي. صورتكم؟ يعني هي دي الصورة اللي كلمت كاميليا علشانها؟ بالظبط، كلمت كاميليا وكاميليا جت افتكرت ان في بيني وبين البنت دي حاجه، بقت تنقذ صاحبتها من جوزها الخاين. والله اعلم بقى مين اللي قال لحسن قاعد مع كاميليا في المكان ده. عمل دوشه وحوارات وفضايح. ايه ده ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه، ممكن تفهمني بالراحه؟ انا تهت. قبل ما اكلمك في اي حاجه، انت واثقه في جوزك يا ساره؟ انا مش فاهمه حاجه يا صلاح. رد عليا الاول، واثقه في جوزك ولا زي دارين؟ لا واثقه فيك يا حبيبي، بس أنا من حقي إني أفهم. طبعاً من حقك إنك تفهمي، وأنا هفهمك. في ناس مخها متركب شمال، بيفسروا كل حاجة على هواهم، ويطلعوا عقدهم على غيرهم، زي دارين دي. ممكن أفهم إيه حكاية البنت وحسن وكاميليا؟ هقول لك يا سارة، وأنت اللي هتحكمي. حكمي باللي قلبك يحس بيه، واللي يريح ضميرك. احكي لك كل حاجة. وانتي هتعملي ايه بس بالصور يا سارة؟ مش بتقولي صلاح حكى لك على كل حاجه؟ يا ستي انا عايزه اشوف الصور، انا مش فاهمه انتي مانعه ليه. مفيش حاجه، بصي انا جورج اتخانق معايا وقال لي مسحي الصور فمسحتها. انت بتتكلمي بجد؟ مسحتي الصوره؟ اهدي بس شويه. الله، مش بتقولي حكى لك على كل حاجه، يمكن اكون فاهمه غلط. الله، مش الصور مع كاميليا؟ معاها اهي، هي تقول لك بقى. شفتوا البيه عمل ايه؟ بيهرب بنته من المدرسه وبيخرجها من غير ما يقول لي. صبرك عليا بس يا حسن. كاميليا فين الصوره؟ صوره ايه؟ انا عرفت كل حاجه، ممكن اشوف الصوره؟ انت بتكلمي عن ايه انت كمان؟ ما تبصليش، انا ما قلتلهاش حاجه، صلاح هو اللي حكى لها وحكى لي كمان على اللي حسن عمله. وهيبقى ايه موقفك زيه برضو؟ انت كان المفروض تقولي لي. واخرب بيتك يا بنتي على حاجه اصلا مش صح. ما انا لو صاحبتك بجد كنت هتعرفيني، مش هتسيبيني زي الاطرش في الزفه كده. ما هو يا حبيبتي علشان انت صاحبتي انا رحت اتكلمت معاه. حبيبتي انا بخاف عليكي، وبعدين انت مش عارفه كل حاجه، عايزه ايه من الصوره تاني؟ معلش عشان خاطري ريحيني، ممكن اشوف الصورة؟ اتفضلي يا ستي. صدقيني يا سارة، أنا آسفة جدا، أنا كان كل يهمني مصلحتك مش أكتر. بقول لكم إيه؟ تعالوا نقفل على الموضوع وناكل حاجة خفيفة، أنا لازم أروح العيادة عندي عملية وأشوف حصل إيه مع حسن وموضوع البنت ده. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.